استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم عددا من أفراد عائلة يتيم، وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى. وقد أشاد جلالة الملك المفدى بمناقب فقيد العائلة حسين بن علي يتيم وإسهاماته في مسيرة النهضة الاقتصادية والتجارية في المملكة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وقد أثنى جلالته على دور العوائل البحرينية في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وعلى مواقفها الوطنية المشرفة التي تجسد القيم البحرينية الأصيلة التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد. وقد أعربت عائلة يتيم عن خالص الشكر والامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه ويجعله ذخرا وعزا وفخرا لهذا الوطن العزيز وشعبه الكريم.